Rinya, Rinya Bissau, Rinya الاستوائية، بابا دو نيو رينيا، رينيا الألمانية ولا البرتغالية ولا الإسبانية ولا حتى الفرنسية. عمرك سألت نفسك ليه في دول كتير بتحمل اسم رينيا؟ يعني إيه اسم رينيا؟ وإيه قصة الدول الكتير اللي بتحمل نفس الاسم دي؟ في الحقيقة التاريخ بيقول إن في أكتر من قصة للاسم. النظرية الأولى بتقول إن معنى رينيا هي كلمة بربرية تعني أرض السود، وفي نظرية تانية بتقول إن أصلها بيرجع لمدينة جيني المتواجدة حالياً في مالي، واللي اشتهرت بالتجارة في إفريقيا ما بين القرنين الخمستاشر والسبعتاشر. وفي نظرية تالتة بتقول إنها كلمة برتغالية الأصل نشأت في القرن الخمستاشر بترمز للأراضي اللي يملكها الغيني، وهو مصطلح بيطلق على الشعب اللي جه من جنوب نهر السنغال. لكن بشكل عام يقال إن كلمة غينيا بتطلق على الدول المتواجدة في غرب إفريقيا بالقرب من المحيط الأطلنطي، حتى إن الكوين الإنجليزي في القرن السبعتاشر كان بيطلق عليه ذا غينيا نسبة للذهب المستخدم في صنعه واللي كان بيجي من غرب إفريقيا. وفي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون هيكون في حدث تاريخي بمشاركة غينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية مع بعض في البطولة لأول مرة. وتاريخياً كل منهم كان تحت احتلال دولة مختلفة، فغينيا كانت تحت الاحتلال الفرنسي وكان اسمها غينيا الفرنسية، ومع استقلالها اكتفت باسم غينيا. أما غينيا بيساو فكانت تحت الاستعمار البرتغالي، ومع استقلالها وعدم توافر اسم غينيا قرروا إطلاق اسم غينيا بيساو على أنفسهم، وبيساو هي عاصمة البلد والدولة دي بتقع شمال غينيا. أما غينيا الاستوائية واللي بتقع بالقرب من خط الاستواء فكانت تحت الاستعمار الإسباني، ومع استقلالها خدت اسمها الحالي. لكن باباو نيو غينيا هي دولة بتقع جنوب غرب المحيط الهادي وشمال أستراليا، وأطلق عليها الاسم ده لأن مكتشفها الإسباني في القرن الستاشر اعتقد إن سكان الجزيرة يشبهوا سكان دول غرب إفريقيا. وكان في كمان غينيا الألمانية، وكنا ممكن نسمع اسم غينيا مرة تانية في كأس أمم إفريقيا، لكن بعد الاستقلال نتج عنه دولتين هما توجو والكاميرون. صحيح إن الثلاث غينيات مش هيقابلوا بعض في دور المجموعات، وغينيا بيساو هتلعب مصر في المرحلة دي، لكن مين عارف ربما يتقابلوا في الأدوار الإقصائية عشان تبقى أول مواجهة تاريخية بين أي اتنين منهم في البطولة.